فأنا نعم. من خلالك أوجه تحية وتحية عظيمة لهذا الشاب الطيب، هذا الشاب الذي بادر بهذه المبادرة، وأقول أنه قدوة، نعم قدوة حسنة وقدوة طيبة لمن يمتلكون المال اليوم، وإن شاء الله هذا ما لن يخسر، وما نقص مال من صدقة. أنا أبو فلة يقدم ألعاب، لكنه قدم أكثر مما قدم الشيخ محمود الحسنات مدار كل هذه السنوات في الخطب. احنا ربما لم نستطع أن نقدم المال في كل هذه الخطب، فقط نتكلم، لكن هو يقدم محتوى غير الذي نقدمه، لكنه صنع ما لم نصنعه نحن، ووصل إلى ما لم نصل له نحن. نحن لم نبني بعد بيوت للسوريين، لكننا نقول بالكلمة وننصر أهلنا في الشام من 11 سنة أو 10 سنوات بالكلمة، لكن سبقك بها عكاشة وسبقنا، ولعله يعني الأمر كما قيل لمن صدق وليس لمن سبق. ربنا يجزيه ويجزيك كل خير يا فضيلة.